أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون رشاد وأبرز ما فيها: بوتفليقة يتهم الثورات العربية في يوم المجاهد ويأسف على ذهاب ريح كثير من الدول. خادمو العلم والتعليم منهارون في الجزائر وينتظرون سن التقاعد القانونية بفارغ الصبر. ثورة بطالي ورقلة ما تزال مستمرة وتلاعب جديد بالمناصب بين مسؤولي الشركات ورؤساء وكالات التشغيل. وقمع للحركة النقابية في وهران وتوقيف لعمال مضربين أمام شركة تركية أول أمس الثلاثاء. بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد أمس الأربعاء، في رسالة له قرأها عنه مستشاره محمد علي بوغازي، وجه الرئيس إدانة واضحة لثورات الشعوب العربية، وعبر عن أسفه على سقوط بعض قادة الدول المنهارة بعد زوال الاستقرار الذي تتمتع به حسب ما جاء في الرسالة ضمن غليان إقليمي وجيوستراتيجي. كما أرجع ذهاب ريح كثير من الدول أو يكاد في كثير من أسبابه إلى عدم التمسك بالقيم المؤسسة في الوحدة والسيادة والأمن، وإلى سوء تقدير لما يمكن أن يوضع من مطبات من قبل من أسماهم مثيري القلاقل لتفتيت الكيانات والهيمنة عليها. وجاء في رسالته قوله أيضا أنه سعى على مدى السنوات الماضية وما زال في عمل دؤوب من أجل خدمة هذا الوطن بعد أن هددته آفة الإرهاب وعاثت في الأرواح والممتلكات إزهاقا وفسادا، وفسر نجاح ذلك بفضل إرادة الشعب وتصميمه على إرادة السلم والطمأنينة للبلاد. وسعى جهده لإعادة بناء مؤسسات دستورية وإنجازات اقتصادية واجتماعية تتكفل بحاجات المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم لا سيما لفئات الشباب، وانتهج أسلوب الحوار وحسن الجوار مع الجميع دون تدخل في شؤون أحد، وما زال يعمل بما لدى الجزائر من رصيد رمزي وقيمي عند الجميع، وما زال يعمل ما بوسعه لوقف الهيمنة وإراقة الدماء وتفكيك الأنظمة، لأن في استقرار الجوار والتنمية والرفاه استقرار لبلادنا وأمن لها. تبين من خلال الدراسة التي أعدتها الكنابست بشأن سلك التعليم بأطواره الثلاث أن آلافا من الأساتذة المتمرسين الذين أنفقوا على التعليم 15 سنة فما فوق باتت تحدثهم أنفسهم بصدق بطلب تقاعد مسبق وممارسة مهن أخرى لما يعانونه من ضغط في العمل بسبب المنظومة التربوية الفاسدة ومستقبل ملتبس لا يوحي لهم بالأمان حسبهم. ومع أن أغلبهم يتقاضى أجورا لا بأس بها ويعترف بأن وضعيته المادية جيدة، إلا أن ظروف العمل داخل المؤسسة والسياسة التعليمية غير الواضحة بل والمرتبكة التي تمارسها الوزارة أدت إلى تدهور مستوى التلاميذ بشكل فظيع، وجعلت المعلمين والأساتذة يشعرون بإحباط شديد وبضيق من مهنة لم يعودوا يرون لها معنى. وأمام تعدد المهام المنوطة بكل معلم أو أستاذ وتشعبها في أمور بعيدة عن وظيفة التلقين بحد ذاتها واكتظاظ الأقسام وكثافة المناهج التربوية وغياب المحفزات المعنوية وانسداد أفق الحوار مع المسؤولين الرسميين، انهارت نفسية مكون الأجيال وصار في كثير من أحواله يعد الأيام التي تفصله عن السن القانونية حتى يغادر، ما غدا بالنسبة إليه جحيما ويلج عالما آخر كان ربما ينظر إليه بازدراء لما كان طالبا في الجامعة، وهو عالم التجارة مثلا أو السمسرة أو مشاكل. اقتحم قرابة 100 بطال أول أمس الشركة الوطنية لأشغال الأبار بحاسي مسعود وعرقلوا نشاطها غضبا على ما اعتبروه إخلافا بالوعد من قبل إدارتها التي كانت وعدتهم بمناصب الشغل ثم لم تفي بوعدها. وتجمع المحتجون أمام مصلحة الموارد البشرية في قمة الغضب، إذ يبدو أن شركة الأبار قدمت عرضا بمئات المناصب إلى وكالتي التشغيل بولاية ورقلة وحاسي مسعود ولم تستدعي شباب الجنوب البطال، مع أن عبد الملك سلال كان وعدهم قبل غيرهم. واتهم البطالون مسؤولي الشركة بالتلاعب بهذه المناصب لصالح معارفهم وأقربائهم بتواطؤ من رؤساء الوكالتين المذكورتين. واستحوذ الشباب الغاضب على شاحنة صهاريج محملة بالوقود
وهددوا بتفجيرها إذا لم يستجب لمطالبهم، وتعد المناصب لأصحابها شرعيين في تقديرهم، في حين طوقت مصالح الأمن المكان طيلة يوم الثلاثاء. أعلنت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عن توقيف 15 موظفاً في شركة تركية توسيالي، من بينهم 3 نقابيين الثلاثاء الماضي من قبل درك ولاية وهران. وقالت إن الموظفين تم توقيفهم خلال تجمع لهم أمام الشركة ليعاد إطلاق سراحها أمس الأربعاء بعد امتثالهم أمام وكيل الجمهورية. ويقول الموظفون الموقوفون بحسب ما أوردته الرابطة أنهم عنفوا أثناء احتجازهم، وبأنهم متهمون بعرقلة حرية العمل والتجمهر غير المرخص له، ولم يحدد تاريخ محاكمتهم بعد. وتضيف الرابطة أن الموظفين كانوا دخلوا في إضراب وكانوا ينظمون تجمعا يوميا أمام الشركة دون سد مدخلها، احتجاجا على ما اعتبروه فصلا اعتباطيا لممثليهم النقابيين. ومنذ أن انتخب أولئك الممثلون والإدارة ترفض الاعتراف بهم. وتندد الرابطة بتصرف إدارة الشركة التركية التي تخلط بين العمل والاستبعاد على حد قولها، كما تندد بالهيئات المعنية بما فيهم مفتشية العمل التي رفضت تسلم تقرير بهذا الشأن. وتطالب الرابطة بتحقيق في الموضوع، وفيما يظهر أنه تواطؤ من السلطات المحلية مع الشركة في قمع العمال والنقابيين. هذه الآن مختارات كاريكاتير اليوم من مختلف الصحف الوطنية. زوروا موقعنا على الإنترنت rashad.tv لمشاهدة البث الحي للقناة ومتابعة البرامج المسجلة. زوروا أيضا صفحتنا على فيسبوك وراسلونا عبر بريد القناة بصور الأحداث من حولكم، كذا باقتراحاتكم ودعمكم الحيوي. النشرة انتهت، طبتم والسلام عليكم.